السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتعرف على برنامج جميل جدا اسمه فورمات فاكتوري. فورمات فاكتوري البرنامج ده ليه شوية مزايا حلوة. البرنامج ده بيقوم بتحويل الامتدادات، يعني ممكن تكون انت مثلا عندك حاجة فيديو AVI وعايز تخليها MP4 عشان تشتغل مثلا على الموبايل، او عندك حاجة MP4 وعايز تخليها AVI عشان تشغلها مثلا على التلفزيون، او عايز تقلل الحاجة تاخد تضغط المساحة مثلا، او عايز تحولها لامتداد معين عشان تشغل على حاجة معينة. ممكن مثلا حاجة ACF وانت معاك البرنامج بيقطع حاجة امتداد معين فمش قادر تتقبل، RMVB هو مش قادر ان هو يحول يعني يشتغل عليه غير لما يكون AVI. تمام، فالبرنامج زي ما انتم شايفين الواجهة بتاعته بالعربي، ممكن تخليها بالانجليزي. الميزة الجميلة جدا ان هو اوبن سورس، يعني مش هتضطر تدور على كراك ولا تدور على باسورد، لا هيشتغل معاك على طول، مش هيزعجك باعلانات وحاجات فارغة. لا هو البرنامج لذيذ جدا وسهل، كل اللي انا عليا ان انا اختار الحاجه اللي انا عايز احولها. ولكن مثلا عندي اختار حاجه تكون مساحتها صغيره، ولكن مثلا الفيديو زي دوت ده اللي الامتداد بتاعه FLV. تمام، FLV ممكن ما يشتغلش على الموبايلات، وممكن كمان ما يشتغلش على لو انت عايز تعرض على التلفزيون، لو عايز تعرض على بعض الحاجات ممكن ما يتعرضش عليها. تمام، فباخد الحاجه واسحبها، بيقول لي انت عايز تحولها لايه، فاقول له مثلا انا عايز احولها لاي في اي مثلا، او ام بي 4، او عايز احولها لار ام في بي. تقدر تشوف الامتداد اللي انت عايز تحول ليها. تمام، وبعد كده بقول له انت عايز الحاجه دي تخرجها في ملف معين، ممكن تحدد ملف معين او حطها في نفس المجلد. ففرض ان انا اخليها مثلا يحولها لاي في اي، واقول له خليها في نفس المجلد هنا، واقول له موافق. تمام، وبعد كده اقول له بدأ. انا ممكن احدد كذا فيديو، يعني ممكن كل الفيديوهات دي كلها ادي له اوردر ان كلهم يحولهم لاي في اي او اي امتداد تاني، زائد ان انا ممكن ادخل احولها لحاجه صوت. يعني عندي حاجه صوت ممكن احول مثلا حاجه صوت ار ام اللي ام بي 3 عشان تشتغل معايا، ممكن احولها لاي امتداد من الامتدادات اللي موجوده هنا زي ما شايفين امتدادات كتيره جدا. برضو لو في عندي حاجه صوره عايز تحول لجي بي جي، عايز تحول لايكون جي اي اف، كل الامتدادات اللي احنا متعودين عليها موجوده هنا. برضو لو انت عايز تحطهم على سي دي او دي في دي، الحاجات دي برضو موجوده. مجرد ان انا ابدا اقول له بدء، هو بيبدا يحول لي للامتداد اللي انا عايزه، هو ما ياخدش وقت كتير. تمام، وده بس كان مجرد مثال، انا الصراحه استخدمته كتير واستفدت منه كتير جدا. واكبر ميزه فيه ان هو اوبن سورس، فانت بتشتغل عليه وانت مطمن، وما بتضطرش ان انت تجيب باسورد وكراك وتزعج نفسك في الوقت. أخوكم عمر سليم.